اوكي الحين باختبار عندي فور سيكشن، سيكشن 1 اسئله مالتيبل تشويس، سيكشن 2 اسئله ترو اند فولس، سيكشن 3 ليست اند اكسبلين، وسيكشن 4 كيس ستدي. طبعا الكيس ستدي عندي كم سؤال راح يجيني؟ اثنين. فنبلش اول شيء بالكيس ستدي. فالحين عندي واحد مال الايفون، اثنين مال اي تي كونتراكت، وثلاثة مال ايمان. طبعا مال ايمان 100% راح يجي، والكيس ستدي الثاني يا يكون مال الايفون يا يكون مال الاي تي. فنبلش اول شيء مال الايفون، شنو قصته؟ ارهابي عنده ايفون، جت الاف بي اي تبي الكود اللي يفتح حماية اجهزة الايفون، وطلبت من منو؟ طلبت من ابل. ابل رفضت الشيء هذا، انه اذا اعطوهم الكود مو بس يقدرون يفتحون الايفون مال الارهابي، يقدرون يفتحون الايفون مال الاجهزه كلها، كل اجهزتهم. طبعا ما راح يجيني، يعني راح يجيني السؤال الاسئله نفس اللي نظام بالمتين، راح يعطي اربع مطالب. المطلوب الاول شنو راح تسوي؟ What should you do اذا كنت مكان ابل؟ السؤال الثاني ethical perspective، السؤال الثالث legal perspective، والسؤال الرابع professional perspective. فناخذهم حبة حبة. What should you do؟ تسوي نفس ما سوت أبل، ان الشيء الوحيد اللي رافع، يعني مو شيء الوحيد، اكثر شيء رافع قيمة الايفون جهاز الحماية اللي فيه. اذا أبل ضحت بجهاز الحماية اللي فيه، القيمة مالت الجهاز راح تطيح، فراح يخسرون واجد. فهذا شنو what should you do؟ انه ارفض. وليش ارفض؟ لان جهاز الحماية competitive advantages حق الايفون، فاذا خسروا راح تطيح القيمة السوقية حق الايفون. اوكي المطلوب الثاني ethical perspective، اسهل شغله حق اي مطلوب، يعني مكتوب ethical perspective تكتب it is a breach the code، هذه انا حاط off the code of ethics، ايش السطر هذا؟ هذا حق المطلوب شنو الثاني. اوكي المطلوب الثالث اللي هو legal perspective، اللي هو هذا الإجابة مالته. The FBI was outstepping its bond by using the court system to expand its authority to monitor all iPhones, not only one iPhone, all زني. Okay. Professional. الحين خلصنا شنو؟ خلصنا ثلاثة. بقى آخر واحد اللي هو شنو؟ Professional perspective. إن القرار اللي سووه أبل professional، إنهم شنو؟ بيحمون البرايفسي مال الكاستمرز. بس كذا خلصنا شنو الأربعة. الحين مال اي تي شنو قصته؟ قصته ان شركة اي تي تدخل مناقصة مع شركة ثانية، عشان يدخلوا مناقصة شنو؟ يعطونهم سعر ان احنا راح نشتغل، مثلا نسوي لكم المشروع نشتغل ناخذ عليه 800,000، تجي شركة ثانية لا احنا راح نسوي مليون، شركة ثالثة احنا راح نسوي مليون ونص. فالشركة هذه حطت سعر معين، أنا ماني ذاكر الرقم هني، بس حطت سعر معين اللي هو البد، واللي يسمونه بنفس الشيء تندر. فحطوا السعر معين، ولما جو يشتغلون شروا الأقراض شروا المعدات، شركة الاي تي شافوا وضعهم إن شنو؟ هم راح يخسرون فلوس، وفوق الفلوس راح يخسرون وقت. فقعدوا يدورون أي شيء بالعقد عشان شنو؟ يكنسلون العقد مالهم، ينحاشون منه. ولقوا آخر شيء لقوا شغلة بالعقد عشان يقدرون ينحاشون منه. فالحين نفس الشيء أربع أسئلة. What should you do? Legal, ethical and professional. أول ثاني واحدة تكون ethical. Ethical نفس الشيء. هني هذه. Clear breach of contract. خلصنا منها. legal هذه
ان الكورت راح انفورس الرول هذا اللي هو بشابتر 12 and would order the IT company to stop from invoking their strict contract termination rights. إذا خلصنا شنو؟ خلصنا الليجل. طبعا هذا إذا كلمة يمكن تحصلونها بس إذا الاختيار جاية ولا شيء، ما حصلتوها ما لها داعي، يعني عادي تقدرون تقولون كذي the court will order the IT company to stop from invoking their strict termination rights إذا بتختصرونها، يعني عادي تجي صح. فأربعة أربعة اللي هو شنو؟ خلصنا الليجل، خلصنا إيه بروفيشنال. البروفيشنال هذه يعني من غير كذي إيش طب هذه الإجابة مالته. إن الـ IT firm was simply using the late payment as a way of escaping their contract since they made an error in the tender. It is professionally unethical. خلصنا الأنثيكل. What should you do؟ أنا ماني عارف شلون يعني راح يجيبها طريقة السؤال what should you do؟ على حسب السؤال يعني يمكن أغير فيه شغلات شوي ولا هذا. أنا هني نفس بالهومور كاتب شنو؟ هل أن يعني لما كنسل العقد هل هذا صح قانونيا ولا لا، يعني بالمحكمة شنو راح يصير؟ عموما على حسب شنو راح يجيبها. وراح يكون سهل إجابته، راح تكون يعني إجابته كلها بالفقرة عموما. هني السؤال هذا إيمان. أوكي إيمان نزل صورة حق جنان في الانستغرام. جنان ما ترضى صورها تطلع برا حتى أهلها ما يرضون، فراحت كلمتها كلمت إيمان وإيمان رفضت أن تشيل الصورة. شنو تسوي؟ هذه الإجابة من السلايد هذا الدكتور اللي هو هذا what you do. فهني الإثيكال أنا هني زدت بهارات بالكلام، ما تبي تحفظون الكلام هذا عادي. نفس الكلمة هذه breach of conduct أو breach شو اسمه، وين هذه أحسن؟ breach code of ethics، breach code of ethics. بس الحين خلصنا شنو؟ خلصنا الإثيكال الليجل والبروفيشنال، أنا حاطه كلهم مع بعض. هذه الإجابة مالي أن هذا شيء غير قانوني وغير مهني، انك تحط صورة شخص بالسوشيال ميديا من غير الكونسنت مال موافقتهم، ويعتبر هذا هجوم على البرايفسي، وتقدر تسوي ليد على ديفاميشن اللي هو شو اسمها، ان تشوه صورة الشخص. يعني عادي تحط صورة يعني مثلا، أنا ما أبي أتطرق الموضوع هذا، بس إنه تشوه صورة الشخص. وتقدر أنت الليجل، مثلاً تقدر تقول الليجل، إنه تقدر تأخذ ليجل ستانس إذا الشخص رفض إنه ينزل الصورة. فهني خلصنا 3 كيس ستاديز. فالحين عندي 12 شابتر أحاول أمشي عليهم على السريع وأقول لكم شنو المهم. اوكي اي شيء يعني وين نقدر نحصل ليجل ايشيو؟ تقريبا كل شيء، اي شيء يعني الاسئله هذه دوم اللي تجي all of the answer all of the boards. لما نسوي الشيء زين يعني اسئله العاميه انا ما راح اسولف عنها، يعني هذا كله عام هني، هذا مهم حيل، فانا ما راح اشرح بس راح اقول انه مهم، شيء بسيط تقدر تفهم على السريع انه شنو الشيء لما يكون قانوني واخلاقي انك تصنع سيستم سيف. متى يكون الشخص قانوني وغير اخلاقي؟ العبيد ايام قبل، انا قبل هل العبيد كانوا قانونيين ولا لا؟ اي قانوني، انك تملك عبد قانوني، بس هل اخلاقي؟ لا مو اخلاقي. متى يكون الشخص غير قانوني واخلاقي؟ انك تصمت بنص الشارع عشان تساعد احد، صفتك بنص الشارع قانونية ولا لا؟ غير قانونية، بس هل اخلاقي انك نزلت تساعد شخص؟ اي اخلاقي. اوكي cheating يقدر يجيبها مثلا true and false تعريف. cheating types يقدر يجيبها كليست نفس ما جاب بالمتر. list types of plagiarism association تعريف ماله يقدر يجيبها
true and false. وهني هذا يقدر يجيب له true and false. هذا يقدر يجيب له تعريف true and false. هذا يقدر يجيب له list. شنو المتطلبات عشان تصير general licensing education؟ هذا هني أنا زايدها مكررها بالغلط education. وهني explain مال education experience explain مالها knowledge of local practice explain مالها language good character إلى آخره. هذا مهم يجيب تعريف. هذا أنا أقول استوب عليه. يعني تعريف honorary position أهم شيء consulting engineering ما راح يجيب هني كال requirement. أوكي the code include international use of data all. اوكي هذا يقدر يجيب الكلست وجاب بالمتر وهو قال لمح انه بالليست راح يجيب من المتر كميه المتر انا ما اذكر لمح فسيسس قال اذكر بالمتر الباور مال اسوسيشن وحده انفورسمنت والثانيه ديسيبلين انفورسمنت حق منه حق اذا واحد ما كان عنده رخصه لايسنس يعني يكون الشخص اللايسنس. اوكي نيجلنس اند انكوبننت هذا اللي يجيبهم تران فولس تعرف هذا يقدر يجيبك لست هني يقدر يجيبك لست لست ثري ستيجز هذا يمكن يجيبه true and false ولا شغلة أو إلا multiple choice يقول لي شغلة من شغلات يعني الموجودة الاختيارات يعتبر من الغرامات مالت ولا العقابات شنو حط مثلا limit ولا حط impose fine ولا حط suspend بين الاختيارات. أوكي chapter 4 chapter 4 أنا أقول لكم استعبوا عليه كامل لأن كان موجود بكمية المتر ما حط عليه ولا سؤال وقاعد أطالع أنا بالاختبارات السابقة مال الدكتور اللي يدزونه بالجروب ما أشوف يحط عليه أسئلة خير شر يعني وجوده كعدم موجوده تبي تضيعون عليه تقرون قراية على سريع اقرأ تشحبون عليه اشحب عليه بس اعرف شنو معناه سؤال الجنرال بارتنشيب وليمتد بارتنشيب كوبريشن. أوكي تشابتر 5 على فروت اللي هو الاحتيال كيعرف الفروت يقدر يجيب ترو اند فولس اقرا بس كراي راح تفهمونه ويعني اذا جاب الاختبار تقدر تحلونه صح. اوكي فروت تايبس هذا يقدر يجيبه كليست في عندي ليست ماله هذا انفنتي فروت ادفانس في فروت هاي يلد انفستمنت كل انواع ملوت هذولا. اوكي سكام والتايب سكام يقدر يجيبه كليست بس ما طنيتي لا تايب سكام ما طنيتي راح يجيب ليست لانه لما يقول ليست بعدها راح يقول شنو اكسبلين فهو التايب مو شارحهم كلهم يعني مو شارحهم ذيك الشرح يعني فما راح يكون في اكسبلين اذا هو مو مسوي اكسبلين عليهم بالسلايدات فشلون بيجيب بالاختبار يقول لي اكسبلين فما طنيتي راح يجيبه يجيب يمكن ترو اند فولس اي صح جابه هو جابه سوري جابه ملتيبل تشويس جاب تايب اوف سكامز و وحاطين بالاختيارات هذا وحاطين بالاختيارات جوب سكام يعني تختار اثنين اصح اثنين هذا مو مهم وهذا مو مهم ما ضايق يعني بيجيبهم. اوكي تشابتر 6 انا قاعد اسجل ولا لا اوكي هذا يقدر يجيب تعريف ترو اند فولس اي شيء تعريف راح يجيبه ترو اند فولس فيعني افهمه لا تحفظه يعني احفظ كي وورد اصير مو احفظ يعني افهم كي وورد شغله يعني على طول تلقطها. اوكي تايب هذا يقدر يجيبه كلست وعندي احساس كبير انه راح يجيبه. اوكي في عندي شنو الكوبي رايت اول واحد اول نوع. اوكي اهم شيء تفهمون بالشغله هذه الديوريشن مال كل واحد الديوريشن مال كوبي رايت كوبي رايت كم لايف اوف اوثر بلس 50 سنه ديجيتال لوك هذا راح يجيبه ترو اند فولس. اوكي
بيتنت الديريشن ماله كم؟ 20 سنة. واندستريال ديزاين الديريشن ماله كم؟ 10 سنين. انتجريتد سيركت كم الديريشن ماله؟ 10 سنين. وتريد مارك كم الديريشن ماله؟ 15 سنة، ويقدر كل 15 سنة اجدده. اهم شيء بالهذيلة كلهم اهم شيء الديريشن بس، وراح يجيب عليهم اسئلة. يقدر يجيب ترون سولي انه يقول مثل ما تقدر تبيعهم. لا غلط، اقدر ابيعهم واقدر حتى اجرهم، اللي هو شنو الكوبي رايت اللي عندي، ولا تريد مارك، اللوجو، الخرابيط هذه كلها. انا ترى قاعد احاول الخص اي شيء، يعني اي شيء اشطب عليه على الاقل اقروه فهمه. بس اللي بغيت تراجع انا احط لك الشغلات المهمه. اوكي، الشابتر هذا كامل ما في الا هذا، ف ركزوا على هذا. احتمال كبير يجيبك شنو؟ كليست. يقول لي ليست the step to solving complex ethical problem and explain، لان السلايد كله ما في شيء، مو حاط شغلات واجد. انا اذكر احطه هو اختياري في سؤال اللي دازينه بالجروب، جايب السؤال هذا اختياري، حاط مثلا شنو، حاط السؤال انه كاتب the step for solving a complex ethical problem are، حاط recognize، كلمة recognize، بعدين define، بعدين generate، affiliate، بعدين نطوف decision، بعدين implement. فمن الاختيارات شنو موجود؟ حاطين بالاختيارات decision، فتختار decision. كي وصل فلور هذا مو يعني اقرأ، بس اقرأ اقرأ على السريع. اوكي هني، اوكي شنو الاكتيفيتي اللي تعتبر نوت بروفيشنال، يعني شنو البزنس اللي تسويه مو بروفيشنال؟ انك تصنع برودكت ادكتيف، جامبلينج، تراها بفلوس، تجارة الأسلحة، بزنس مالك يسوي بولوشن. اوكي وصل بلوينج شنو هو تعريف ماله؟ ترون بولز. اوكي 3 اكشن فور وصل بلوينج، كوركت ذا بروبلم، بلو ذا وصل، ريزاين، بروتست. هذا يمكن يجيبهم اختياري ولا شيء. عموما يعني ما في شيء اشرح يعني، اقرا تفهم واضح وضوح الشمس. اوكي السؤال هذا جايبينه باللي دازينه بالجروب بالفاينل، جايبه كالست. وظنيتي راح يجيب هذا، حيل حيل راح يجيب كالست. ليش؟ لان الشابتر كامل ما في شغله يقدر يجيب عليها سؤال، يعني ما في شغله يقدر يحطها اختياري ولا يحطها مثل ترون فولس ولا شيء. فغالبيته راح يجيب هلس. يقول شنو الادفانتجز ان يكون عندك دايفرسيتي ان بزنس؟ فتقول 1 2 3 4 في 5، بس انا ما ضفتها بس ما حبيت اكثر. اذا تبي تشوفون مثلا السلايدات راح تلقون يمكن في 5 او 6. اوكي شابتر 7 سايبر اثكس، سايبر سيكيورتي التعريف ماله، سايبر كرايم التعريف ماله، سايبر اثكس التعريف ماله. اوكي هذول راح يجيبهم شنو؟ مالتيبل تشويس ولا ترون فولس؟ ما راح يجيبهم كاليست ولا هذا. طبعا هني هذا ما شرحته، وهذا ما شرحته، وهذا ما شرحته، وهذا ما شرحته. اساسا هو مو شارح، بس كاتب اساميهم. بس انا شنو شرحتهم من عندي، بعدين وقفت ما قدرت اشرح. يقول لي شنو التايب اوف سايبر اتاك؟ في اختبار باللي دازينه بالجروب جاي السؤال هذا، ترو ام فولس، حاط لي سي كيو ال انجكشن از ا تايب اوف سايبر اتاك، صح ولا غلط؟ فيشنج هذا جاب سؤال كنا ترو ام فولس او ملتيبل تشويس من الاختبارات السابقه، التعريف ماله. اوكي 3 main types of cyber ethics.
هذا نفس اللي صارت شنو مالت ابل. هذا مو مهم حيل، وهم هذا ما لك مختصر حيل شغلات واجد. اوكي سايبر بولينج هذا راح تجي عليه اسئله ترو اند فولس مالتيبل تشويس واجد. التعريف هذا مو مهم. اوكي هذا مهم، يقول شنو اكثر الاماكن اللي تصير فيها سايبر بولينج؟ سوشيال ميديا، تكست، اونلاين فورم، شات رومز، ايميل، اونلاين جيمنج كوميونتي. وكله ترى الشابتر هذا كله يتكلم على التنمر، واغلب يعني اغلب الاسئله اللي راح تجي عليه راح تكون شنو؟ مالتيبل تشويس او ترو اند فولس. انا اذكر في جاء سؤال مالتيبل تشويس كان حاط سوشيال ميديا الاختيار، يعني اكثر مكان يصير فيه سايبر بولينج وحاط بينهم سوشيال ميديا. اوكي سؤال ترو اند فولس كان اوكي، بس هذا اللي متاكد اللي بعد فيه سؤال ماني متاكد، بس عموما يعني اي سؤال راح يجي عليه يعني حتى من غير لو تشوف هذا، يعني من غير لا تقرا السلايد هذا، اقول لك اكثر مكان يصير فيه تنمر بالانترنت وين؟ سوشيال ميديا. يعني اسال نفسي بعاميه حيل. اوكي شابتر 12 حيل دسم فبحاول اختصره. هذا التعريف اغلبته شنو؟ اغلب التعريف اللي فيه شنو؟ الكور رول، فتعريف حق الرول نفسه نفس اللي قبل شوي بالكيس ستادي قلته. اوكي هذا السؤال حيل مهم، وجاء ليست بفاينل يقول لنا شنو؟ مو كل الكونتراكتس تنقبل بالمحكمة، عشان يكون الكونتراكت فاليد لازم يكون فيه الالمنت هذا، هم خمسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، واحتمال 90% هذا راح يجي سؤال ليست. اوكي اول واحد ان يكون شنو؟ ان يكون في اوفر جت شركة اي سوت اوفر حق شركة بي وشركة بي اقبلت وقعت العقد، هذا اول شرط ان في اوفر والشركة الثانية وقعت العقد. الشيء الثاني شنو؟ ان mutual intent to enter the contract، يعني ما جيت انا شركة اي هددت شركة بي انها تدخل العقد معاي. هذا 2 ثلاثة لما ثلاثة ان انا لما اجي اشتغل معاك بعقد ان يكون لي مصلحة، يعني اوكي انا راح ابني لك البيت هذا بس تعطيني 200,000 في value to be exchanged، مو قاعد اشتغل لك ببلاش، مو اجي مثلا اوقع عقد مع واحد واضحك عليه واخليه يشتغل لي ببلاش او يشتغل لي بمبلغ حيل لو legal age، ان ما اروح اوقع عقد مع واحد عمره 10 سنين. lawful purpose يعني ما مثلا اوقع عقد مع واحد عشان تاجر مخدرات ما يصير، او ان نسرق بنك تعال وقع معي عقد نسرق 10 بنوك ما يصير. فهذه الشروط الخمسة اللي عشان شنو؟ العقد ينقبل بالمحكمة. وهذا هم يقدر يجيب لي اياه كالست. فهذا شنو يقول السؤال؟ متى الشخص يقدر يكنسل العقد ماله؟ لما يكون في false representation درس، وهذا حيل مهم الكلمة هذه، ان شنو الدرس معناته؟ ان هدد شخص عشان يوقع عقد معاي. هذا تقريبا ترى اللي هني تقريبا نفس اللي فوق، هذا المستيك اللي هو صار منه مع الاي تي وين بانتندر. جريشم جريشس ما ادري شو الكلمه هذه، برامس اللي هم هذا صار وين بالكيس ستدي مال الاي تي، وهذا الرول اللي حطته المحكمه حق الاي تي ان يكون مثلا ما يشتغلون تقرات بالعقد،
اوكي هذا الرول معناته شنو التعريف؟ ان الشركة مثلا بي ما خلص شغلها وبتطلع من العقد، وهذا تعريف. اوكي شنو معناته هذا؟ وهذا الحين مهم ترى، هذا معناته شنو؟ اذا في حصل مثلا خلاف بين شركة اي وشركة بي، وخلي نقول شركة بي هي اللي تشتغل حق شركة اي، جابت العيد وخلي نقول مثلا يعني فجرت المصنع مالهم، والمصنع مالهم يسوى مثلا 10 مليون مثال يعني، وفي كيس ستدي موجود حاطه الدكتور في شابتر 12. فكيس ستدي شنو كان؟ كانت في شركة راحت جابت شركة عشان تشتغل المصنع مالها، والشركة هذه اللي اشتغلت بالمصنع ركبت أجهزة كهربائية من الخرابيط هذا، وبالنهاية شنو صار؟ الأجهزة ركبتها رخيصة انفجر المصنع، فجت قاضتهم الشركة A وطلعوا منهم فلوس واجد قيمة المصنع وزيادة، لين ما الشركة B خسرت فلوسها كلها. فقاموا الحين أي شركة لما تيجي تشتغل عند شركة ثانية يطلبون إذا إحنا غلطنا ما راح أدفع لك أكثر من مليون، يحط ليمت، يحط له ليمت، يعني لما تيجي تقاضيني مالك إلا مليون، ما راح تاخذ أكثر من مليون. فهذا معناته القانون هذا، أنه مبلغ معين يتقاضون ما يتعدى المبلغ المعين اللي حاطينه بالعقد. هذا انه شنو ما يصير تزيد على العقد شغلات. اوكي اوكي limitation period يقدر يجيبها مثلا ترونفوز، هذا هني، هذا اللي فوق professional limit liability نفس اللي قلناه فوق، اللي يحطون مثلا سعر معين. هذا السؤال حيل مهم بعد، جايبينه ك multiple choice. شلون تسوي avoid الكورت؟ واحد بس، ترى انا اختصرت شغلات واجد، حاولت احدد بس الشيء المهم، ويعني مرجعي كله الاختبارات السابقة، يعني الاختبارات السابقة ونفسي انا قاعد اطالع شلون بيحط الدكتور اذا بيجيب السؤال هذا شلون راح يحطه. بس يعطيكم العافية.